السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا على خير وبخير، والفيديو ديالي يلقاكم في صحة جيدة. غادي نشوفوا واحد تحلية إيطالية سميتها باناكوتا، سهلة باردة زوينة في هذا الصيف. مرة نشوفوا المقادير. غنحتاجوا 500 مليلتر قشدة طرية، أنا هذه اللي عندي حلوة، لما كانتش عندكم حلوة يمكن لكم تضيفوا السكر حسب الذوق. هذا جيلاتين غبرة فيجيتال، هنستعمل منه جوج ساشيات. غادي نحتاجو الفاني و 200 مليلتر ديال الحليب. غنوضع هاد الكل في هاد الكويسات هادو، هما اللي هنستعمل للتقديم. غادي نمرو الوصفة فوق نار مهيلة، غادي نوضع القشدة الطرية، الحليب، الفاني، وغادي نحرك شوية. من بعد ما حركت الخليط شويه بدا كيدفى داك الحليب، غادي نوضع الجيلاتين. غنوضع الساشيات اللي محتاجه، انا غنستعمل جوج ديال الساشيات، وغادي نستمر في التحريك حتى كيغلى داك الخليط. عاد نطفي ونستمر بوضع الخليط في داك الكويسات اللي وريتكم من قبل. نصيحه البنات، هاد جيلاتين يمكن لكم تستعملوها في الحليب خضر احسن، يعني اي الا احتاجتوها في اي خليط سائل استعملوها في الخليط يكون باقي بارد احسن، لان لو ريسك هو انه دير لكم واحد الحبيبات خاصكم ضروري تطحنوها. عاد تستمروا في الوصفه ديالكم. هذا هو الفرق بين هاد الجيلاتين وجيلاتين الكلاسيكية الاخرى اللي كتكون على شكل ورقات، كانت هذه كتوضعيها في الخليط يكون باقي بارد. المهم البنات، كنستمر في التحريك فوق نار مهيلة حتى كيغلى داك الخليط مزيان، وكنطفي باش نمر للمرحلة الثانية. دابا غنبدا نوضع في الخليط ديالي في هاد الكويسات، نعمرهم يعني فوق النص، ومن بعد غادي ندخلهم للثلاجة لمدة ساعة ديال المغلى. دابا ملي عمرت الكبيسات ديالي كاملين، غادي نغطيهم وندخلهم الثلاجة مدة ساعة او ساعة ونصف حتى يبس داك الحليب. بالنسبة للاصوص اللي غنحط فوق منها كتبقى اختيارية، انا غنستعمل فريز 200 غرام ديال الفريز مقطع مربعات، انا هذا كان عندي مجمد. غنزيد عليه فاني،
عصير ديال النص حامضه ومعلقه ديال الكونفيتير احمر يكون ديال الفريز ولا المهم لي فخوي اللي حمراء باش كتزيد تعطيك اللون. وغادي نستعمل ساشي ديال الجيلاتين. غادي نوضع الكل في واحد كاسرونه ونخليه كيغلي على نار مهيله. الا بغيتو تزيدوا السكر في الخليط حيت جاكم يعني ما حلوش بزاف يمكن لكم تزيدوا السكر. انا عودت السكر بمعلقه الكونفيتير ويعني واخا ما جاش حلو بزاف من بعد يعني جا مع داك الحليب الحلاوه ديال الحليب اللي وجدتها من قبل جا المذاق هو هذاك. ولكن كما قلت لكم يعني لكم الاختيار نتوما الا بغيتو تزيدوا السكر زيدوا السكر. المهم البنات نحركو مزيان حتى داك الفريز كيطلق الماء ديالو ومن بعد كنضيف الجيلاتين وكنستمر في التحريك. فاش كيغلى مزيان الخليط كيولي بحال هكا اللون ديالو يعني كيطلق واحد الرغوة وكيبقى كيغلي يعني راه وجد كنطفيو عليه باش كنمرو المرحلة الثانية. هنايا البنات كما كتشوفو داك القشدة اللي طيبنا من قبل ودرناها في الكيسان جمدات كنبداو نوضعو فوق منها الخليط اللي حضرنا ديال الفريز. يمكن لكم تستعملوا يعني اي فاكهه كتبغيو اولا ديروا دوبو الشوكولاته ديروا فيها الشوكولاته بياض ولا كحل كيبقى اختياري. كريمه ديال القهوه اي حاجه يعني يمكن لكم تستعملوا على حساب اختيار ديالكم اولا يمكن لكم تنوعوا كل مره وتستعملوا نكهه جديده. كنستمر هكا كندخلهم عاوتاني للثلاجة مدة ساعة المكانة وكنخرجهم تيكونوا واجدين. هكا كتكون وجدات التحلية ديالنا. كنتمنى تجربوها الى عجبتكم عجبكم الفيديو ديروا لايك وما تنسوا الاشتراك في القناة. صحة وراحة.